السلام عليكم، ازيكم شباب؟ عامل ايه؟ ربكم بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حبايبنا سنة اولى وثانية ثانوي، ها قد عدنا من جديد، واليوم باخبار كلها جديدة وسعيدة باذن الله. احنا هنكمل على نفس العهد اللي احنا ماشيين عليه، ان احنا بننزل الشرح بتاع اولى ثانوي وثانيه ثانوي على اليوتيوب مجانا، وثالثه ثانوي كمان ان شاء الله الشرح موجود، وبينزل كمان شرح جديد لكل سنه. دوت زي ما قلت لكم، اي حاجه بتنزل على القناه فهي في ميزان امي وجدي، فما تنسوهمش بالله عليكم، ما يبقاش كل دوت وحضرتك نسيهم. فادعي لهم دلوقتي، ادعي لهم قبل ما تكمل الفيديو، ادعي لهم، ادعي لنا كمان بقى، ادعي لنفسك، للناس اللي بتحبهم. يلا بقى نكمل. ايه الحاجه الجديده بقى؟ ان احنا ان شاء الله هنحل كمان معاكم. يعني في ناس كتير جدا بتقول يا دكتور، يعني حضرتك معروف في سنه ثالثه ثانوي ان الحاجه المميزه جدا فيك الشرح ماشي، والحل كمان انت بتحل الطلبه مميزه، فده احنا مش لاقيينه في اولى وثانيه ثانوي، اللهم الا بقى طلبه السنتر اللي بحل معاهم. فانا قلت طب وليه لا لما نعمل كورس على المنصه، بيبقى الشرح بينزل على اليوتيوب وفي شرح ومذكره معاك على المنصه، يعني هفتح لك الكتاب واقراه معاك في فيديو تقدر تسمعه في اي وقت طول الترم، وبعد كده احل معاك كمان اسئله مقاليه واسئله اختياريه، وده كله بسعر رمزي. الغرض منه ان احنا نبقى عملنا كورس كامل متكامل ما فيهوش اي حاجه ناقصه، بالاضافه كمان ان انت تقدر تتعود على نظام المنصه علشان ثالثه ثانوي ان شاء الله، لان بصراحه المحتوى الاونلاين او التعليم الاونلاين بيحل مشاكل كتير جدا 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 في ثالثه ثانوي، وناس كتير جدا بتعتمد عليه، والحمد لله ما شاء الله كان معانا السنه اللي فاتت 5 من اوائل الجمهوريه، معظمهم كان معتمد على مواد كتير جدا اونلاين فقط، فانت تتعود عليه من اولى وثانيه ثانوي علشان ثالثه ثانوي ان شاء الله، وتقدر تحدد ايه الماده اللي انت تقدر تكمل فيها اونلاين او الماده اللي ما تقدرش تكمل فيها. شباب انا عايز اقول لكم حاجه، ان اولى وثانيه ثانوي هي الغرس اللي انت هتحصد منه في ثالثه ثانوي ان شاء الله، محدش بيروح يزرع في ثالثه. ثالثه هي جني الثمار، جني الثمار وتوضيبها وتنظيمها وكل حاجه، ولكن ان لم تزرع في اولى وثانيه هتبقى مضغوط جدا في ثالثه، فبالله عليك ما تعملش كده. وايا كان انت مستواك ايه دلوقتي، وايا كان انت رايح فين دلوقتي، فالفتره اللي فاضله ديت انت تقدر تزرع فيها زرع محترم جدا، فبالله عليك ما تفوتش الفرصه ديت. خلاص طلبه ثانيه دوت اخر ترم قبل ثالثه ثانوي، طلبه اولى ثانوي انت لسه الوقت قدامك، ذاكر دلوقتي. ومنهج الاحياء بالذات هو تراكمي بدرجه لا تتخيلها. جماعه عارفين انتوا الجمله اللي احنا بنبدا بيها دايما الفيديوهات بتاعه الاحياء خاصه في اولى ثانوي، ان جسم الانسان يتكون من مجموعه من الاجهزه، والاجهزه من اعضاء، الأعضاء من أنسجة، خلايا، عضيات، جزيئات، اللي هي الكربوهيدرات واللايبيدات والبروتينات والأحماض النووية. ده منهج الثانوية، فهو قصة أصلا لحد ما توصل لجسم الإنسان تبقى درسته كله بالأجهزة بتاعته، الجهاز الهضمي والدوري والتنفسي والإخراجي والإحساس والهيكلي، الهيكل العظمي يعني، والعضلي والتنسيق الهرموني، الغدد الصماء، التكاثر، الجهاز التناسلي، المناعة، ده كله هتدرس ده كله. طب مين اللي بيكون الحاجات دي؟ الانسجه اللي انت درستها، الطلائي والضام والعضلي والعصبي. طب مين اللي بيكون الانسجه دي؟ الخلايا اللي انت درست الغشاء بتاعها والمحتويات في السيتوبلازم والعضيات الغشائيه والغير غشائيه. فصدقوني والله اللي بيبقى شاطر في اولى بيبقى اشطر في ثانيه، وبيتفوق جدا في ثالثه. ومنهج النبات برضو كله متراكم على بعضه، الخلايا النباتيه برانشيميه كولانشيميه سكلارانشيميه، الخشب واللحاء ووظيفه الخشب واللحاء في سنه ثانيه، وتركيب الورقه وتركيب الجذر وتركيب الساق، الحاجات دي كلها لما انت بتبقى عارفها بتيجي في ثالثه بتجني الثمار بقى، بما انه نبات يعني، فانت هتجني الثمار بحق، فما تضيعوش الفرصه ديت. استعينوا بالله ولا تعجزوا، وانتظروا كل التفاصيل، هتلاقوا في تفاصيل موجوده في الديسكريبشن، ازاي تشترك في المنصه، ازاي تدفع الاشتراك، الاشتراك رمزي جدا، ولو انت هتشترك في الترم كاملا هيبقى في خصم محترم يعني ان شاء الله. وانتظروا مراجعات نهائيه زي الحمد لله اللي كان الفيدباك بتاعها جميل جدا، عدد المشاهدات ما شاء الله، والطلبه والكومنتات بتاعتكم انا فرحت جدا، حتى الكومنتات بعد ما انتم رجعتوا من الامتحان وشكرا يا دكتور، ببقى مبسوط بصراحه. ربنا يوفقكم، يا رب اسمع عنكم كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحبكم في الله، ما تنسوش دايما 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 صلوا على رسول الله. السلام عليكم. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي، معنا الله مشوار الطب، مشوار الطب بدأنا خطاه.